إذن من هذه المشاعر الطيبة من الشعب الإماراتي الكريم وهذه التهنئة للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني 49 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيمانا من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بدور القادة الشباب وصقل مهاراتهم وتوظيف معارفهم، حرصت الدولة على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تؤسس لإيجاد قادة من الشباب الإماراتيين قادرين على استشراف المستقبل والذي سيحقق باستباق التغيرات المتسارعة ووضع حلول فاعلة وذكية يواجهون من خلالها التحديات التي تواجههم وفق منهجية علمية ومدروسة من المرونة والإبداع والابتكار. ويسعدنا اليوم بأن يكون معنا عبر خاصية الاتصال المرئي الدكتور المهندس علي غانم الطويل، استشاري وخبير التفكير الاستراتيجي وقيادة المستقبل، ونتناول موضوع دور الشباب في قيادة المستقبل. مساك الله بالخير دكتور. مساكم الله بالنور والسرور، الله يعطيكم الصحة والعافية أستاذ عائشة. أهلا وسهلا فيك دكتور. طبعا في البداية نترك لك المجال للتعبير عن ما يجول في خاطرك من سعادة ومشاعر لهذا الوطن، الوطن المعطاء، وأكيد دائما كل شخص فينا يعبر بطريقة مختلفة. تفضل دكتور. الله يعطيكم الصحة والعافية. البداية بصراحة يشرفني أن أنتهز هذه الفرصة الجميلة من منبركم الكريم في تقديم أسوأ آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، وأخوانهم الحكام وأولياء العهود الكرام والشعب الوفي على هذا العيد 49 عيد الاتحاد الذي زرع بذرته الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، فأصبح أصله ثابت وفرعه في السماء، كيف لا، من أرض لا مستحيل إلى جميع إلى العالم أجمع. نقول ونحن بكل فخر أبناء هذه الدولة، لا تزال هذه الدولة الفتية تعطي من الإنجازات، ستظل شمعة خير لا تنطفئ وهمة بالعطاء لا تنتهي. نعم، إذن دكتور اليوم عندما نتكلم عن الشباب ونتحدث عن الشباب وهم العجلة والديمومة في هذا المجتمع، ويعني الدولة في دولة الإمارات قدمت الكثير وهناك مبادرات قدمت لهؤلاء الشباب، لكن ما هي الأدوار التي على الشباب أن يأخذوها بالطريقة الصحيحة؟ جميل. بصراحة اللهم لك الحمد، أعتقد أن في دولة الإمارات أصبح الآن مستوى الوعي عالي جدا من خلال الاستفادة من الطاقات الشبابية. أصبح شبابنا الآن على قدر كبير جدا من الوعي في الاستفادة من المسؤوليات الملقاة عليهم، ولذلك بدءا من التعليم، لذلك نشاهد الآن التفوق في جميع مساحات التنوع في التعليم، ترى نشاهد الصغير والكبير، الذكر والأنثى، حتى أصحاب الهمم، التفوق العلمي أيضا في مجالات التخصصات النوعية، التخصصات المستقبلية. نحن نقول بأن المستقبل جميل جدا في دولة الإمارات، فرصة كبيرة جدا أن شباب المستقبل عندهم فرصة أن يختارون تخصصات نوعية لخدمة هذه البلاد في الأيام القادمة. أيضا غير التعليم عندنا نحن نلاحظ أن دور الشباب في المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية واضح جدا عندما نشارك في كثير من الملتقيات المنتديات، وكذلك في المساهمة في اتخاذ القرارات عندما طبعا تأسس وزارة الشباب، فكانت المشاركة واعي جدا من خلال الجنب بجنب مع صناع القرار في استحداث كثير من المبادرات والمشاركات المجتمعية. كذلك المساهمات المجتمعية واضح جدا، نلاحظ بأن الشباب ما شاء الله كانت المساهمات التطوعية في خدمة هذا الوطن واضح جدا، وضع النقاط على الحروف. يمكن في كوفيد 19 عندما طرحت الدولة اللي هو التجارب السريرية في الكوفيد 19 نشوف أنه ما شاء الله شريحة الشباب كانت شريحة كبيرة جدا في المساهمات التطوعية. أيضا في الكثير من الإنجازات التي كانت والابتكارات والمحافل في المحافل العلمية، لا نقول المحافل العالمية، كانت دائما علم الإمارات يرفرف في الصدارة في جميع المحافل والابتكارات العلمية، فلذلك أدوار كانت أدوار مختلفة وأدوار متنوعة ومتميزة. نعم. اللهم لك الحمد.
يعني دكتور، اليوم أصبح على عاتق الشباب الكثير من المسؤوليات تجاه هذا الوطن، كون اليوم هناك فرص كبيرة ومميزة تقدم إلى الشباب، وهم أيضا من يحملون مسؤولية هذا الوطن. فاليوم مثل ما ذكرت سعادتك، هناك مجالس للشباب، هناك وزارات وهيئات تخصص جهود خاصة لهذه الفئة حتى يتم تمكينهم بالطريقة الصحيحة. فبالتالي من جانب الشباب اليوم، ماذا يمكنهم أن يقدموا لهذا الوطن من اغتنام هذه الفرص، وأيضا توجيه هذه الجهود بالطريقة الصحيحة التي تخدم مصالح هذا الوطن؟ جميل. حقيقة يمكن كانت الدولة لها جهود كبيرة جدا في إشراك عنصر الشباب في وضع اللبنات الأولى حقيقة في صناعة القرارات. لذلك احنا يوم نقول نعلم الشباب المسؤولية، حس المسؤولية، معناته لابد أن نعرف هي كيف نستطيع أن نستثمر هذه الثقة. دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مئوية الإمارات 2071، من أهم المرتكزات التي كانت على في هذه الاستراتيجية هو الاستثمار من فئة الشباب في بناء هذه الدولة. ونقول كلمة الاستثمار معناته اهتمام، معناته احتضان، معناته حقيقة تذليل جميع التحديات والاستثمار جميع الفرص للشباب لبناء هذه الدولة. كيف لا وزايد رحمة الله عليه الذي وضع أساس واضح جدا لهؤلاء الشباب عندما قال بأن الشباب هم الثروة الحقيقية لبناء هذا الوطن. فلذلك هني حس المسؤولية لابد أن نكون متشاركة. عندما نقول نحن الإعلام، وزارة التربية والتعليم، جميع الوزارات، لابد أن أيضا يكون عندنا مشاركة مجتمعية، كيف نعطيهم بعض الأفكار بحيث أن الشباب يستطيعون أن يكون عندنا مشاركة وحس المسؤولية. من ضمن المبادرات اللي أعتبرها من المبادرات والبروتوكولات الجميلة جدا التي اتخذت وانتهجتها الدولة هي بروتوكول الخدمة الوطنية الإلزامية حقيقة، اللي تعتبر هذه الخدمة وسام شرف اللي صدر كل شاب مخلص على أرض هذه الدولة، وهي حقيقة فرض واجب مقدس حماية أرض هذه الأرض الحبيبة. ولذلك هذا البروتوكول يساعد الشباب في المعرفة أن يبني جيل قوي جدا واثق من نفسه، ويبني الشخصية القيادية، وكيف يحافظ على السمعة ويحافظ على الهوية الوطنية. هذه كلها يعني إنجازات ومكتسبات لابد أن نحافظ عليها. نعم. إذا دكتور، اليوم عندما نتكلم عن القوى الناعمة وتوظيفها في المجتمعات الدولية بشكل عام، وبأن ينتبهوا إليها وانتبهوا إليها الحقيقة في 30 عاما سابقة، لكن الآن عندما نوظف الشباب، كيف يكون الشباب الإماراتي كقوة ناعمة نوظفهم من أجل خدمة الوطن ورفعة الوطن في المحافل الدولية، وأن يكونون كنبراس يعني يساهم في التميز لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ شكرا أستاذ عائشة، سؤال جميل حقيقة، ويمكن مفهوم مهم جدا القوة الناعمة. يمكن علميا هو جوزيف ناي وضع المفهوم القوة الناعمة، ولكن نقول نحن كإماراتيين متمرسين في القوة الناعمة، اللهم لك الحمد. يمكن نقول نحن الآن أصبحت دولة الإمارات كأقوى جواز سفر في العالم. السمعة الطيبة التي تخلقها وين ما كنت أنت، بصراحة أنت يقولون تفتخر، يقولك أنت يا أخي إماراتي، تفتخر أنك أنت تحمل هذه السمعة. الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه أشار باستراتيجية واضحة جدا عندما قال لازم تعرف كيف تستخدم كلمة عيال زايد، أو أن أنا الإماراتي في المكان الصح وفي الوقت الصح وفي الزمن الصح. فلذلك عندما تكون أنت سفير لدولتك في أي مكان تكون، كيف تكون بأخلاقك بتميزك، اللهم لك الحمد. يمكن هذه شهادة حقيقة إحنا نشوفها في أي دولة في أي مكان كنا نشارك، سواء في التعليم أو حتى في السياحة أو حتى في العمل. نقول نحن أول طريقة لكي تعبر إخلاصك وولائك هذه الدولة هو إخلاصك في السمعة التي تحملها، السمعة التي تحافظ عليها. هذه مكتسبات وإرث استراتيجي غير قابل للكسر. فلذلك لابد أن نكون حريصين أينما كنا وأينما كنا في زمان أو مكان. نعم. إذا الدكتور المهندس علي غانم الطويل، استشاري وخبير التفكير الاستراتيجي وقيادة المستقبل، شكرا لك دكتور على هذه المداخلة ومشاركتنا هذه الفرحة في هذه الدقائق من برنامج فرحة وطن. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا، الله يحفظكم.
إذن مشاهدين الكرام، من خلال نقلاتنا المختلفة في المنطقة الشرقية وحتى ننقل لكم هذه الفرحة ومشاعر الفخر والعز، نذهب معكم لزميلنا محمد المتواجد في المدينة الفاضلة مدينة دبى الحصن لينقل لنا صورة المدينة في هذا المساء الوطني. الكلمة لك زميلنا محمد النقبي. مساكم الله بالنور والسرور زملائي في الاستديو، ومسي عليكم مشاهدينا الكرام بكل خير. مساء الفخر والفرحة يا بلادي، بلاد العطاء والمجد. متواجدين مشاهدينا الكرام في مدينة دبى الحصن، هذه المدينة الفاضلة التي شهدت ولا تزال تشهد نهضة عمرانية ملحوظة باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. مشاهدينا الكرام، اليوم هو يوم فرح وسعادة لكل مواطن. اليوم أجواء تسودها الفرحة والسعادة والحب والذكرى العطرة لهذا اليوم السعيد. في هذا اليوم نقول شكرا من أسعد شعب إلى قيادة الوطن، ونؤكد بأن نمشي قدما في نهج الآباء والمؤسسين لتعزيز وترسيخ مؤسسات الاتحاد وإبراز الولاء والانتماء للوطن وإبراز الهوية الوطنية. من هذا المكان، من سارية العلم، من ميدان مدينة دبى الحصن، لا يسعني إلا أن أقول بشموخ الاتحاد يعلو علم الإمارات فوق ساريات شاهقة ليسطر تاريخ وأمجاد ويحكي قصصا من التقدم والرقي، فيثير فصولا للسعادة والرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه ومن يأتيها زائرا. رحم الله باني الاتحاد ومؤسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه كل عام، ودولتنا الغالية دولة الإمارات العربية المتحدة بكل خير. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت نقلتنا من مدينة دبى الحصن، والآن ننتقل للزملاء في الاستديو، لكم الكلمة. إذن مشاهدين الكرام، المدينة الفاضلة أيضا تتزين بهذا اليوم بأجمل حلة لاستقبال هذا العيد الوطني 49، وهناك الكثير من يحتفل بهذه المشاعر. كل فرد في هذا المجتمع اليوم يحتفل بطريقته الخاصة للتعبير عن حبه لهذا الوطن. إذن مشاهدينا، أجمل في ما في الوطن علمه أو علمه الذي يرمز لمكانته بين الأمم، فكلما كان مرتفعا كلما كان شعبه مرتفعا أيضا بين الشعوب. والإمارات هي أهل الرفعة بين الأمم، وأجمل ما في هذا المساء هي فرحة الشعب في قيادته الرشيدة. وأجمل ما نقدمه لكم مشاهدينا كلمات شعرية وطنية، يسعدنا أن يكون معنا في هذه اللحظة الشاعر بطي المظلوم. أهلا وسهلا فيك شاعرنا، ومساك الله بالخير ومساءك رفعة. مساكم الله بالخير جميعا، مشاهدينكم ومتابعينكم كل عام وأنتم بخير، ودولة الإمارات في رقي وتطور. بهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي، وإلى أصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام والشعب الإماراتي والمقيمين ومحبي دولة الإمارات. الله يحفظهم. اللهم أمين. إذن شعرنا اليوم، يعني الشاعر دائما يجود بما في داخله وقريحته من الشعر، وفي هذه المناسبة الطيبة يعني هي أفضل مناسبة لأن يعبر الشاعر عما في داخله وأن يكتب الأبيات الشعرية فيها. أكيد طبعا، قيام دولة الإمارات وهذا اليوم صراحة نحن يعني نفتخر به مواطنين ومقيمين، وفعلا نحن في فرح في سعادة، يعني ما يمكن مهما كتبنا عنها مهما أبدعنا عنها ما نقدر نوفي هذه المناسبة حقا، لأن فعلا حلم وتحقق لنا واصبح لنا علم للعالم ككل، وإنجاز يفتخر به كل مواطن يعيش على هذه الأرض العزيزة دولة الإمارات. نعم. تفضلوا، أنا أسمعكم وأتابعكم. نحن اليوم نسمعك. نحن اليوم نسمعك الحقيقة. نحن سكتنا ننتظر هذه الكلمات الجميلة. إن شاء الله إن شاء الله. في أبيات طبعا وطنية بهذه المناسبة العزيزة نهديها لدولة الإمارات وحكومتها الرشيدة وشعبها الغالي العزيز على قلبنا. بالفرح والسعد يا دار الكرام،
ديرة الأشراف وفين الشبور بالفرح والسعد يا دار الكرام ديرة الأشراف وفين الشبور لك نزف اسمى تهاني وسلام يا لعيدك دوم في سوس ريور انت قدرك ما يوفي الكلام تعجز الابيات عنك وسطور افرحي بالعيد يا حضن الويام وابشري بالخير ويام سرور افرحي بالعيد يا حضن الويام وابشري بالخير ويام سرور دولتي كلك معزة واحترام كاسب الناموس دورا فوق ديور يكفي انك من عطى رب الانام حلم وتحقق لنا علم ونور مولد التاريخ والقادة العظام ذاك يوم ما على وصف الشعور مولد التاريخ والقادة العظام ذاك يوم ما على وصف شعور بالفخر تبقين للعالم والسيام دام قادتنا لهم راي وشيور بالفخر تبقين للعالم وسام دام قادتنا لهم راي وشور بالفرح والسعد يا دار الكرام ديرة الأشراف وافين الشبور يا سلام أبدعت حقيقة أبدعت والإمارات وحكومتها وكل من يعيش على هذه الأرض العزيزة ما نقدر نوفيها حقها نعم يعني غالية علينا يا جماعة وخاصة نحن من اللي عاصرنا تقريبا بداية انطلاقة هذا الحلم العزيز الغالي على القلوب جميل نعم. يعني بما أنك شاعرنا عاصرت يعني نقدر نقول حقبتين حقبة قريبة من بعض تقريبا نعم. فشفت الفرق وشفت الازدهار اللي أتى متسارعا يعني بالرغم أنه كان متسارع لكن إنجازات جميلة أكيد. اليوم خلال هذه الفرحة نرى أيضا أشقاء المقاربين لنا الخليجيين العرب العالم بأجمع يحتفي بهذه الدولة أكيد. الجميلة نعم. وأتوقع اليوم هناك مسؤولية حتى بالنسبة للشاعر طبعا. لما تي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وكما ذكرت أنه صعب أن نعبر عنها خصوصا صحيح. الشاعر دائما عنده كلمات جميلة أكيد. شاعرية نعم. مختلفة عن البقية أكيد. لكن ممكن يقف أحيانا عاجز عن الوصف والتعبير طبعا. فكيف تشوف هذه المسؤولية اليوم بالنسبة لك كشاعر تقدم فيه شيء لهذا الوطن الغالي طال عمرك صراحة الشعراء
أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي العربي وأبناء الوطن العربي، لما نلتقي نحن في مهرجان الشارجة للشعر الشعبي في شارقة العرب، شارقة الثقافة، شارقة الإبداع، ويكتبون عن دولة الإمارات، يعني تلقينهم فعلا يكتب الصغير والكبير في هذه الدولة العزيزة اللي تحتضن أكثر عن 200 جنسية يعيش على هذه الأرض العزيزة. شوفي الإنجازات، شوفي هذا الإبداع، شوفي هذا العطاء، كل يوم كل ثاني الإمارات في تطور من جديد إلى جديد. يعني كل ما عندنا كثير من الضيوف نحن نلتقيهم، يعني بين فترة بسيطة قالوا شو اللي يحدث عندكم في الإمارات وفي شارقة العرب، نلقاها يوم بعد يوم في حلة جديدة، في شكل جديد، في استحقاق جديد، وفي مسمى جديد. نعم، حبنا ما تصورين لما أنت تسافر برا، سواء كانت يعني أرجاء العالم، وتنزل المطار يسألك، يقول لك، تقول يسألك أنت من وين، تقول له من الإمارات، شوفي ابتسامته، شوفي فرحته، يقول لي أخي أنت شو يابك من هذه الدولة إلى مواقعنا أو إلى دولنا، نقول له نحن رايحين زيارة سياحة أو علاج أو ما شابه ذلك. قال لي مرات ليها ما ود حد يطلع عنها، لأن فعلا أنا أعتبرها يعني ساحرة القلوب، يعني فعلا الأمن والأمان والطيبة والأخلاق. نحن ما نمدح نفسنا كشعب إماراتي، العالم هو اللي يتكلم لنسمعه، يعني أنت وين ما يعني فعلا فضل الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة، نعم، حكومتنا الرشيدة اللي فعلا خلتنا نحن يعني أهل حب وأهل وفاء وأهل كرم وأهل طيب وأهل عادات وأهل تقاليد، دائما الإماراتي أو الإماراتية متميز وين ما يكون، أخلاقه، سلوكه، تعامله، يعني يكفي كل ما شافك واحد قال أنا عشقي وحب الإمارات، كم تسوى هالكلمة. هذا بحد ذاته يعطينا نحن كشعب إماراتي مسؤولية تجاه ما نقدم وتجاه تعاملاتنا مع الغير، لأن الطريقة في التعامل هي بحد ذاتها هي رسالة ترسخ في ذهن الغير. أكيد أكيد فعلا. وحتى هذا الحلم أنا أقول في مطلع قصيدة، أقول أول ما يعني القادة العظام هذين فعلا اجتهدوا على تحقيق هذا الحلم، ترى مش بسيط، أكيد. سبع أيادي وتلتقي في قلب واحد في يد واحدة، يعني الحمد لله، صوري، وهذه نعمة من النعم اللي فعلا نحن محسودين عليها، وندعو الله عز وجل أن دائما تعم علينا الصحة والعافية ودوم الأمن والأمان على هذه الدولة، وتسعد قيادتنا الرشيدة اللي فعلا يعني صراحة أنا أعتبرهم غلاء وشوق وود، ودك تشوفهم كل لحظة وكل ثانية، ما تشبع منهم، ناس متواضعين، قادة متواضعين في غاية الطيبة والاحترام والمودة، يعني تلقيهم كل واحد يعني ودي يشوف هذه القادة كيف يخدمون الشعب، كيف يخدمون المقيمين، كيف يمدون أياديهم الخير إلى العالم، مساعدات ومساهمات، تلقى اسم الإمارات متواجد. فأنا أقول في قصيدة الحلم هذا اللي يتحقق، أعد من مطلع أقول لي يا كاسب في زايد الله في الله ورحمه وعسى الفردوس الأعلى، يا كاسب حب الملا وغلى احترام، ويوم وحد قلوب العرب عود وصغير، يا زعر المعروف، يا رجل السلام، يا قاهر الصحراء وفارس الخبير، سر بنا للخير وانت للأمام، كلنا وياك في دربك نسير، عشت يا شيخ العرب نسل الكرام، انت دومك للعرب عز وخير، يشهد التاريخ وفعالك عظام، باقي يا رمز العطا منك كثير، كم زحت الهم ونبذت الخصام، وكم واسيت اليتامى يا أمير، بك بلغنا المجد وانزاح الظلام، واشرقت شمسا على داري تنير، حقق الله كل فعلك والكلام، والحلم أصبح لنا واقع مثير، قيام دولة الإمارات. نعم، طبعا هو رجل السلام ورجل الخير ورجل التسامح، وهو من يسعى للخير دائما، المؤسس طيب الله ثراه. أكيد. طبعا هذه الشخصيات شاعرنا اللي تحدثت عنها هي شخصيات أرست هذه المبادئ والقيم. نعم. وسبحان الله كنا نرى أن يعني الجميع يشهد على هذا الأمر، أن بصيرة هؤلاء المؤسسين تسبق بصرهم، لذلك اليوم نشهد هذه الإنجازات كانت تذكر في حديثهم قبل سنوات طويلة، ولكن اليوم نشاهدها تحققت.
الإمارات، إنجازات تحققت على أرض دولة الإمارات. فهذه الأسس الجميلة اليوم وهذه النظرة الثاقبة أتوقع أنها زرعت في شعب دولة الإمارات وزرعت في خير سلف الذين يحملون نفس الرسالة ونفس القيم والمبادئ وما زالوا يسعون لتحقيقها في على أرض دولة الإمارات ودول العالم بشكل عام. فنرى إمارات سباقة إلى التسامح، إلى رسالة الأمن والسلام في دول العالم بشكل عام، ليس فقط في الصعيد المحلي. صحيح. فهذه الرؤية الجميلة شاعرنا كيف يمكن يعني نوظفها في حياتنا بشكل عام، حتى في يومك الخاص، يومياتك اللي تعيشها يوميا، كيف ممكن نعيش بالأمن والسلام ونرسل هذه الرسالة لكل من حولنا؟ يكفي أن نحن والله الحمد يعني أثناء هذه الجائحة اللي مرت على العالم كله، تعتبر الإمارات يعني من الأوائل في 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 مكافحة هذه الجائحة. والالتزام يعني الشعب والمقيمين ملتزمين بالمبادئ النظامية القانونية اللي أرسلتها لهم الحكومة والدولة، يعني ولله الحمد جهود خيرة تبذل دائما لكي نحن نتميز في كل شيء دائما. صحيح. يعني متطورين في شتى المجالات ولله الحمد في غضون يعني 49 ونحن مقبلين على اليوبيل الذهبي 50 ولله الحمد، ونحن صراحة الفرح والسعادة تغمر كيف هذا التطور اللي فعلا مر علينا، يعني طيبة قلوبنا، تسامحنا، التزامنا بعرفنا وتقاليدنا ومبادئنا وأنظمتنا، تلقينا ولله الحمد احنا يعني محظوظين دائما ولله الحمد في كل مجال الإمارات متميزة الحمد لله. وهذه نعمة. أنا وأنا جاي بالشارع شارع وادي الحلو يعني استمتاع يا جماعة الخير ما تصورون ايش قايل بين الطبيعة، ما ودي أسوق 80 بس أتابع البرنامج، أنا أبغي ألحن وأنا أبغي أتمتع بجهود صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، هذا الرجل الفاضل اللي يسهر الليل والنهار على خدمة دولة الإمارات وخدمة إمارة الشارقة بكل ما نعنيه من اهتمام وعناية وتميز دائما فيك، يعني عجوبة من اللي تشوفه وانت تمشي. نعم. الطرق الجميلة، المناظر الجميلة، المكرمات، المكرمات يعني أكرم شعب ومقيمين. نعم نعم. نحن صراحة في سعادة لا توصف. نعم. كذلك يعني صاحب السمو أخذ بهذه المنطقة الشرقية الحقيقة بنقلة نوعية وقفزة وقفزات من أجل أن يعني يعيد لهذه المنطقة الجذب وتكون هي المنطقة، يعني هي بطبيعتها في السابق كانت ذات الجذب لكن الآن وظفت فيها الخدمات واللي تأتي وتواكب متطلبات العصر الحالي. أكيد. شوفي أنت الآن السواح والضيوف اللي يعني من انفتحت الشوارع هذه. نعم. شوفي مدى تزايد الأعداد يوميا. صحيح. أنا وأنا جاي الشارع ممتلي من أولي حتى نهايته، صوري دليل يعني أن في موقع جميل في مكان جميل، يعني لو قلتي منتجعات تسعد النفس. نعم. يعني فعلا تعيش في شيء في حلم أقول لك. صحيح. نعم. والجميل أيضا في هذا شعبنا أن اليوم حتى المنطقة دائما عند صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي هناك رؤية في إعادة تاريخ هذه المنطقة. المنطقة الشرقية لها تاريخ جميل تاريخ وسجلات تاريخية. نعم. نعم. وظف هذه الأماكن الأثرية حتى يستطيع الجيل الحالي التعرف إلى ماضي هذه المنطقة. أكيد. ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. هذه النقطة. نعم. نعم. فأهمية اليوم أيضا أن صاحب السمو يركز على هذه النقطة حتى الجيل الحالي وجيل المستقبل يستقون هذه السيرة التاريخية وينقلوها إلى جيل المستقبل. صح. في أبيات في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى الحاكم الشارقة نهدي إياها ونهدي مشاهدينا ونحن في هذه المناسبة العطرة الجميلة. جميل. بني ببشلة إن شاء الله لعل وعسى ترضي طموحكم وخاطركم. أكيد راح ترضينا. ليت لو يوفيك كل اللي قال انت حب ناس من عود صغير، ليت لو يوفيك كل اللي قال انت حب ناس من عود صغير، كم لك رب توصف بالكمال وانت اكبر
من تصورنا كثير وانت حلم فاقت وصوف الخيال والفرح يزداد يوم نكبر خير بالفعل سلطان يا شيخ الرجال حس المواطن وقلبه والضمير وانت روحك دوم للعالم مثال مضرب الامثال والراي البصير كم تقول ناس وافعالك جزال ما لها تعداد وين ما نسير البحر والبر وعور الجبال شاهد يا شيخ بفعالك تشير بالعزم والجد حقك تلمنال كم تحدي تصعايب لتصير ومنجزاتك ما تباشر حوج دال يكفي انك صانع المجد الكبير كم لي طريق يا ذر بالفعال يا عسات بقالنا عون ونصير فايجن بطيب معطي بالخصال شوف شعبك كم يحبك يا أمير وكل فجر يمر لك نظرة وسؤال ما تحاتي غير مرضى الضمير وين نلقى من مثل شخصك محال شخصك المحبوب عند ناس غير لو نقارن ما على وصفك مثال أنت سلطان العرب عز وخير أنت سلطان العرب عز وخير ليت لو يوفيك كل اللي قال أنت حب الناس من عود وصغير كملك رب توصف بالكمال وانت اكبر من تصورنا كثير. يا سلام دعت شاعرنا الحقيقه وخير ما نختم فيها هذه هذا اللقاء معك بهذه القصيده الرائعه لصاحب السمو حاكم السارقه. شكرا لك شاعرنا بطي المظلوم على هذه الكلمات الرائعه. سعيدين بتواجدك اليوم معنا في هذه الحلقه والامسيه الوطنيه. وانا شاكر جهودكم الخيره طاقم البرنامج العامل المميز لكم مني جزيل الشكر وهذا الصراحه النقل الموحد لقنوات الشارجه لكل العاملين لهم منا جزيل الشكر والاحترام والمشاهدين لكانم والمعذره اذا طولنا وايد. لا اسعدتنا بالعكس اسعدتنا بالكلمات الجميله يعطيك العافيه. شكرا لكم جميعا. اذا تنعم دوله الامارات بالامن والسلام والامان وبفضل سياسات قيادتها الحكيمه القادره على التجديد والتطور لتكتب صفحات مشرقه على جميع الاصعده. فقد كان همها الاول منذ عقود قديمه الامن والامان كاولويه قصوى في مسيره الانجازات. وعلى مدار عقود رفعت الامارات العربيه المتحده شعارات لا تغيرها رغم تغير الزمن، فمبادئها واحدة ثابتة راسخة تقوم على السلام والمحبة والتعايش والأمن ومد يد الصداقة والعون للجميع
فأدام الله الأمن والأمان على دولة الإمارات. عندما نود أن نتحدث عن الأمن والأمان فإننا نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي طوعت جميع قواها إلى أن تكون الدولة في أولى مصاف الدول العالمية التي تشعر ساكنيها بشعور الأمان والراحة. سعت دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة خلال العام الماضي إلى أن تصل للمراكز الأولى عالميا في تحقيق الأمن والأمان وتطبيق قانون العدل سواء لمواطنيها أو للمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وحازت على المركز الثالث عالميا، وذلك بفضل جهود حكامها وإخلاص وحب شعبها لها.